السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بإذن الله. اليوم وصفة فايتدايزاها معكم، ولاني غادي نوريها لكم بطريقة أخرى بإذن الله. المقلة كالعادة دايما عندنا سخونة، هنا كان عندي واحد شوية ديال الزبدة مع التومة شيطين فما غرميهاش، والوصفة كتحتاج التومة بإذن الله. يعني ما ضيعش، فدايما كنحافظ على الأشياء لأن غادي نستعملها. هنا كاينه الزبده والثومه، وغادي نضيفوا واحد شويه ديال الزيت البلديه اللي هي زيت الزيتون. اوكي، ريحه الثومه والزبده سامثين، هاد الاكله غتعجبكم. هي انا فايته دايرها معكم اليوم، غادي نبسطها مزيان خصوصا باللغه المغربيه، بالدارجه المغربيه. الناس بزاف عاتبوا شويه على اللغه، فاحتراما ونزولا عند رغبه متابعيني اتكلم اللغه المغربيه الدارجه مغربيه وافتخر. عندنا البصله والكورجيت، يعني القرع الاخضر وشويه ديال الخيزو، كلهم مقطعين ارقاق. اوكي، وغادي نضيفوا واحد شويه ديال الثومه. نشحروا البصيله، يا سلام، نحاولوا ما امكن نديروا البصله هي الاولى، وخيزو واخا تمشي معاهم هاد شويه ديال القرعه ماشي مشكل، حيت واخا تذوب ما عندناش مشكل فيها. اوكي، نزيدو الثومه معلقه كبيره، نضيفو كلشي. يستحسن دائما نخلطو في المقله يا اما بالسيليكون يا اما بالخشب، يستحسن ما نبقاوش نديرو بالمعلقه، الاحتكاك ديال المعدن مع المعدن كيتلقى لينا ديك الماده، ما بغيناهاش تمشي لنا في الطياب. اوكي، ايوا دبلات البصله واحد شويه بالمستوى اللي بغينا، غادي نضيفو لها الكورجات، نضيفو القرع باغي كيتشحر. اوكي، علاش ما بغيناش نديروه من الاول؟ ما غنديروش التتبيله دابا، ما غادي نملحو، ما غنبزرو، لان الا درناها البصله غطلق الماء بزاف والقرعه، فحنا تنشحروه مزيان على نار عاليه، ونضيفو ليها الكفته، عاد غنديرو التتبيله ديالنا ان شاء الله. اوكي، غنضيفو الكفته ديالنا. اوكي، غنديرو اليوم لازانيا بطريقه زوينه لذيذه بنينه. كي تكون عندكم الكفته كثيره ديروا هذه، كتجي زوينه وكتفرد لينا الكفته داري. اوكي، غادي نعاون في التحراك بهاد الشكيله باش ننفس على راسي صراحه. هيا جو، كنعطيو هذيك الصدمه الاولى كي كيقولوا الشحيره الاولى. عرفتي واحد اللذه ديال الزبده مع الثومه والبصله، شي حاجه خطيره، جربوها وردوا عليا الخبر. كما قلت لكم وصفه ديال لازاني مختلفه شيئا ما على اول مره درتها في الفيديو وشاركتها معكم. حنا بغينا لازاني تكون فيها شويه ديال الخضره ماشي غير اللحم بوحدو، كتجي لذيذه، كلشي غادي يبغيها، كلشي غادي تعجبو. دابا غادي ندير التتبيلات ديالي، اللي هي تقريبا تكون نفس التتبيله اللي غندير في لاصوص. نحك لها شويه ديال الزعتر، هذا الزعتر ديال البلاد، جبناه معنا في هذا الصيف من زمان، ريحتو كتهبل الحقيقه، احسن من ديك الزعتر الرقيق اللي كاين عندنا هنايا، شكلو بحال شكل ديال الحبق، لا شفتي الورقه ديالو يابسه. نضيف شهوه والبزار والملحه فقط لا غير، كل التتبيلات اللي ممكن تفكروا تضيفوها للحم ديجا انا درتها
في لاصوص اللي غترافقها. سو هنايا انا دايره الهيمالايان الملحه، ما ملحاش بزاف صحيه، واخا تشوفوني كان بزاف ماشي بزاف، ما ملحاش كي ملح البيضه المصطنعه. اوكي، تبغيو الملحه دائما على حسب الذوق، وتمشيو على حسب ذوقكم بطبيعه الحال. غادي نخلطوها هكا ونفرتوها مزيان وهي كتشحر، لان ما تخليوهاش تطيب، لا طابت كتولي عطيكم شويه ديال الوقت او الجهد باش انكم تفرتوها. هي كطيب وكتشحر وانتي كتفرتيها باش ما كطيبش هكا غليظه طرف كبير، وفي نفس الوقت باش تدخل ليها التتبيله. سو انا غادي نحلها بهذه شي كي كتخرج سهله، ما كتبقاش مكوره او ملبده الكسه مع بعضها. اللحم كيتحل ملي كيطيب كيتفرتت. وكنديرو هكا هكا، وعاود غنحرك الخشبه. نجيبو من التحت ونقلبو، نجيبو من التحت ونقلبو. واحد ريحة الزعتر عشان نعاود ليكم، نعمة الأرض البلاد وحق الله ريحتو خطيرة زي ريحة البلاد، زعتر البلاد. هكا نجيبو كل شيء مع بعضو، اللي في الجناب كيجي الوسط، وهكذا. نقولكم هاد لازانيا غتعجبكم بالمزيان، نتمنى تجربوها. بطبيعة الحال لايك شير وسبسكرايب، واللي أول مرة كيشوف القناة تنساش تضغط الجرس، غادي يوصلك كل جديد أنا يعني مؤهلة أنني نقدمه. كل حب وافتخار، ونتمنى كل وصفاتي تكون تتنول إعجابكم، محتوى يكون كينول رضاكم، كيلبي طلباتكم. وأهلا وسهلا بالجميع. الكفته تكورات، ثلاث تكورات تفرتات. اوكي، دابا غادي نقطروها، ما محتاجينش لهاد لاصوص، لان كما قلت لكم مازال القرعه والبصله كيطلقوا الماء بطبيعه الحال، الكفته حتى هي غتطلق الماء، فغادي نقطروها مزيان. قطرنا الكفته. اوكي صافي، خليناها غير هكا يا مفرته، غادي نحيدوها على الجنب. قطرناها مزيان، غنجيو لهنا غادي نديرو تقريبا بحال الطريقه ديال البشاميل صوص، ولكن حنا غادي نديرو اليوم تشيز صوص، يعني غنديرو صلصة الجبن. اوكي سو غادي نديرو او صلصة الفرماج اليوم، غادي نديروها بطريقة ديال البشاميل. عندنا تقريبا نص كاب ديال الزبدة، اللي هو ما يعادل يا لالا 113 غرام ديال الزبدة الغير المملحة المسوسة. بطبيعة الحال بشاميل قد القياس ديال الزبدة قد القياس ديال الطحين. سو 113 غرام ديال الزبده غيكون معاها 113 غرام ديال الطحين، اللي هو بالنسبه لينا حنا هالف كاب ديال ولا نص كاس ديال الزبده غيكون معاه نص كاس ديال الطحين. سخنا الزبده ونزيد الطحين ونحركو بطبيعه الحال. غنقصو من البطا مع التحريك بطبيعة الحال ما تلصقش، درنا نفس الطريقة ديال البشاميل، ونزيدو عليها الفرماج. نزيد أنا الفرماج الصفر أو اللي كيتسمى الفرماج الحمر، اللي هو تشادر. سو اليوم غادي ندير أنا تشادر تشيز صوص بإذن الله. التحريك الدائم بطبيعة الحال ما تلصقش، لأن الطحين والزبدة سبحان الله العظيم تيتماسكو مع بعضهم، كيجيو زوينين واللذة تجي هائلة. محتاجين نديرو فقط الملحة وشوية ديال الابزار، أو تقدري تستغني عليه، يعني تقتصري غير على الملحة والفرماج. عندنا معاه يطرو ديال الحليب، إلا جانا تقيل بطبيعة الحال تنقدرو نزيدو الحليب. أوكي فغادي نمشي بالتدريج، نمشي بالتدريج باش ما يتقطعش كي كنقولو، او يكلكع ولا يدير لينا ديك
الكويرات ما تحتاجينش، غنمشيو شويه بشويه. هذا الاول غتحسوا فيه كيلصق في الطنجره، ولكن راه ما تيلصقش، ها هو مع التحريك عطيه الخاطر مزيان، باغي كيذوب باغي كيتسلق. بسرعة هي اللي كتحكم في الأمر. شوية ديال الملحة ديجا حكيتها، أي نوع ديال الملحة عندكم مشكل، ماشي بزاف لأن الفرماج غيكون شوية مالح، تقريبا واحد المعلقة صغيرة اللي درت. نضيف أنا نفضل نضيف شوية ديال الأبزار الأبيض، شوية معلقة غير صغيرة ما غرقاش بزاف، مع التحريك نذوق الملحة. شوية حطو كاينش كركبة، مازال نحركو غادي يولي رطب رطب من هكايا. الملحة مزيانة محتاجينش نضيفو كثر من هكا. اوكي البشاميل ديالنا بدات تعقد، ما بغيناهاش تعقد اكثر من هكا. نطفي البوطون ونخليها تحت وحدو، هذا هو الكونسيستنسي ديالها او القوام اللي بغيناه تجي فيه. اوكي ها هو وهذا. اوكي وانا ندير فوبو شادر تشيز. اوكي كلي جميل. ونديروه في الوصفة ديالنا، نحيدو فوق البوطة ديالنا سخن حقتي نوريكم. اوكي الا بدا تيتقاد نزيدو له واحد شوية ديال الحليب دافي، حيت مازال غادي يطيب لينا في الوصفة. شتي هنا دابا تقال حيت سخن بقى تحت البوطة سخون، هنا غادي نزيدو ندوبوه مبغيناهش هكا. اوكي اتس سو غود اتس سو غود، وليني انا الوصفة ديالي بغيتو خف من هكايا. اوكي شكي كيجي سموت ناعم، لاصوص كتجي جميلة جدا. ملي تزيدو الحليب ممكن تزيدو تشيز از ماش از يو كان، وليني خصو يكون خفيف. اوكي جميل. الحليب سخن نضيفو كله تقريبا، شحال زدت في الاول درت يترو نص الحليب في هذا القوام ديال الطحين اللي درت. ونحركو شوية وهاد عطيه الصورة يندمج مع الحليب. شتي كيبدا كيخفف، هذا هكذا بغينا. دابا هذا هو تشيز صوص. إوا هنا غادي نضيفو لازانيا باستا، هنايا ديريكتومون ما محتاجينش هاد النوع، محتاج لا يتسلق لا والو، مباشرة من الجبال. فالطبقة الأولى إن شاء الله غادي تكون هي المارينارا صوص، كما قلت لكم هي طبيعية مصاغبة في الدار، شاركتها معكم، كتجي لذيذة بزاف وكتجي بكمية هائلة، لأن قرعة واحدة ما كتكفيش، جوج قرعات غاليين، ثلاثة كذلك ومثال. المهم كتكون عندنا هاد الصينية ديال الفران، كندخلوها مدهونة شوية باش ما كتلصقش هاي، وإن شاء الله ما تلصقش. غادي نستفو هاد المعجن ديال لازانيا هكذا بهاد الطريقة، أنا كتعجبني نديرها بهاد الطريقة، نص هكا ونص هكا. إلا درناها على الطول الطبقه الثانيه اللي غادي تجي غادي تشوفوها من بعد في الفيديو، غادي تكون على العرض، فكنخالف كنخالفها باش ملي كنجي نقطعها كتجيني هي هذيك. ممكن تمشي تلقى وحده، يعني
على حسب كانتك، على حسب طريقتك انا وفين مرتاحي. اتس اب تو يو. اوكي سو كما قلنا درنا لاصوص، نديرو هذا الصف الثاني ديال الباستا، بعدين غادي نطلقوا عليها المارينارا صوص. اش غادي نقول لكم؟ المارينارا صوص الا ضبطيها دائما بنفس الميزان ديال السيزنين والتتبيله ديال الملحه والطريقه اللي وريتها لكم، غتعتمديها في جميع الوصفات، لا مع سباكيتي لا مع الباستا لا مع اي حاجه. هاد العصوص المارينارا غادي تنفعك. المهم ضفنا الطبقه الثالثه، الا بغيتي تسميها الثانيه، ديال الكفته المشحره بالخضر. راكم شفتوا الطريقه في بدايه الفيديو كي درنا لها، وغادي نضيفوا لها الطبقه الثالثه او الرابعه كما بغيتوا تسميوها، لان درنا طبقه ديال لاصوص، طبقه ديال الباستا، درنا لاصوص، درنا الميت او اللحم الكفته، درنا التشيز صوص اللي هو صلصه الجبن، درنا عاوتاني شويه ديال المارينارا، وكندير واحد الرشه خفيفه ديال الفرماج. كنبغيها تجي شويه معلكه وفي نفس الوقت شويه مصوصي، يعني فيها لاصوص وفيها تشيز. واش غادي نقول لكم؟ هاد لازاني رائعه كتهبل. لاحظتوا كيما قلت لكم كندير بالمخالف، كنعاكس مره باليمين مره باليسار. الا درتهم على الطول كنرجع نديرهم مخالفين على العرض. كنديروا عاوتاني الطبقه ديال لاصوص، غادي نديروا الطبقه ديال الحمى، غادي نديروا الطبقه ديال التشيز او الفرماج صوص. تسمحوا لي لان راه لساني ملوي الله غالب. هذا الفيديو كله بالدارجه المغربيه، على الناس اللي عاتبوني علاش ما كنهضرش مغربيه، علاش دائما كتعلكي في لونغلي. كاين اللي كيتبعكاك على الاكسنت ديال الانجليش ديالي. شوفوا انا راه مغربيه من نخاع، من جدري لراسي، من سنين عمري كلها راه غير مغربيه، وليني راه فوق 25 عام كنهضروا لونغلي مع هاد الناس هنايا. والله غالب راه بنادم الى عاشر غير قوم 40 يوم كيقولوا ساره منهم، فلساني شويه ملوي. والانجليش الا كانت عندي الاكسنت راه ماشي حيت انا امريكانيه، راه انا كنطق الاكسنت، لان نورمالمون فين ما مشيتي كتهضري لغه اجنبيه راه اكسنت، راه ما يمكنلكش، راه ما يمكنلكش تولي شلحه ما بين عشيه وضحى تقول لي انا شلحه، ضروري غيكون لسانك مهرس. فماشي مشكل عيبتو على الاكسنت الانجليش ديالي. كاين شي حد تيقول لك فرشختي لونغلي ولا 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 ولا، ماشي مشكل خليها تفرشخ راه غير لونغلي، المهم ما نفرشخو حتى شي واحد. شوفوا كي كتجي هاد لازانيا كتهبل، لازانيا ديال الفن، كتجي رطبه جامعه راسها ما سايحاش بالحق، ما قطعتها حتى ارتحت، لان كتكون معجنه او لاباط كتكون باقا رطبه بال مزيان. اوكي الورقه ديال هاد لازانيا كتكون رطبه بزاف، والتشيز كيكون باقي سايح ما دايب ما جمعش راسو، فما تقطعيهاش مجرد ما تخرجيها من الفران، قطعيها حتى ترتاح وتجمع راسها كي كنقولوا الباستا غادي تشرب. اوكي فهي ماشي غير شربات شربات. وهنايا انا ملي كندير بزاف كندير دائما احتسابا للايام اللي كنكون انا بيزي بزاف في الخدمه، معطله في الخدمه، عيان الله يحسن العوان، كنجي معطله بزاف ديال المطارق في الراس الله يحسن العوان للجميع. فماشي كل نهار ندخل الكوزينه، وان كان ما نكذبش عليكم راه كل نهار تنطيب، ولكن النهار اللي ما غادي نطيب شاي او النهار اللي غادي ندير اضافه كنجبد من الفريكو. شوف كل طبقه هي طبقه جامعه راسها هائله جدا. هاد الطواسي كيدخلوا للفريزر، الزاج كيدخل للفريزر وكيدخل حتى للفران، فكينفعوني. ما بقيتش كندير انا البلاستيك بزاف، لان البلاستيك بواحد المده ما كيبقاش صحي، فالزاج ما كاين ما احسن منه. تستعمليه في الفران، تستعمليه في الفريكو، تستعمليه في الثلاجه، كيواتي جميع درجات الحراره. بطبيعه الحال ما خصوش يفوت 450 دي فرنهايت، واش واقيله واقيله والعلم عند الله 250 ولا 300 سلسيوس. ما المهم ضربوا الحسبه، يمكن نكون خطات، ماشي بالضروره نكون دائما على صواب، الله غالب. اوكي فاش غادي نقول لكم بالصحه والراحه، الى عجبتكم شاركونا رايكم
كيهمنا تعاليقكم حتى هي كذلك مثال، وان كان دائما تنقول تعاليق عندي شويه ضعيفه. الى اللقاء، حلقه قادمه باذن الله.